فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عليه دين وقد نذر أن يحج عن جده، هل يجوز له أن يحج أم يقدم الدين؟ رجل عليه دين وقد نذر أن يحج عن جده، فهل يجوز له أن يحج عن جده أم يجب عليه أن يقدم سداد الدين؟ يقدم سداد الدين ويبقى النذر في ذمته يؤديه في المستقبل إذا قدر. نعم.